رصاصة في مكان، رصاصة مستقرة في الباب. أي فتحت رصاصة من الوراء على القزاز القدماني، هي كثرة القزاز. تقريبا الساعة 1:30 سمعنا اطلاق نار، كان اطلاق نار كثيف بمعنى الكلمة. الان فكرنا انه جيش، وحسب متابعتنا للفيس انه كان هناك جيش في بيعتقل في ناس في منطقة جنوب او كازية الجنوب. بعد ذلك تم اطلاق كمان صلية رصاص، وكان الصوت لانه منطقة محصورة هاي وكان الصوت عالي جدا. امرت اطفالي جميعهم انهم يجلسوا على الارض وانهم ياخذوا الارض، لانه ما بعرف انا لحد الان من رهب الموقف ومن الموقف اللي كنا فيه اصبح وقف تفكيرنا كمان. بعديها وهم منسحبين اطلقوا كمان رصاص. الان فتحنا الشبابيك مشان ندرك ونشوف شو الامر. ولحد الان كنت انا مستبعد انه اطلاق النار على بيتي، انا توقعت انه الجيش هو دخل، وهذه منطقه مدخل بدون مخرج. ولكن لما نزلت وطلعت لقيت سيارتي والرصاص اللي فيها والموجود هان، فروايات كمان الجيران حكت، قالت اثنين ملثمين باللثام، احدهما كان يحمل M16 والاخر قطعه ثانيه لا اعرف من تسمياتها. الان وكانت سياره تنتظرهم على الشارع، اطلقوا النار وسحبوا حالهم واجوا رايحين. هذا كل ما حدث معي. انا مطالب رامي الحمد الله، وبطالب الاخ رامي الحمد الله، بطالب سياده الرئيس محمود عباس بالاسراع في حل مشكله المعلمين واعطاهم كامل حقوقهم كامله غير منقوصه. هذه رسالتي له. وللاسف الشديد ناقشنا عدة مبادرات، منها مبادرة الأسرى ومنها مبادرة البلديات وإلى آخره، ولم تطرح مبادرة من الحكومة. فبطلب من حكومة الحمد لله وكل الاحترام لهم أن يطرحوا مبادرة جديدة لحل هذه الأزمة. وفي نفس لحظة أنا بوجه الشكر لمحافظ الخليل الذي بلغ لي رسالة، اللي هو رسالة الرئيس محمود عباس ورامي الحمد الله، عن استيائهم لما حصل لي ولبيتي. خليه